الخير من القاهرة والناس، ونشرة إخبارية جديدة إليكم. أبرز العناوين: توطين الفلسطينيين في سيناء خرافات، الرئيس استكمال المواجهة حتى النصر، القاهرة وبيروت وتعزيز التعاون الاقتصادي، وعودة الأصفر واستقرار الأخضر. وإليكم تفاصيل النشرة. الحديث عن توطين الفلسطينيين بسيناء غير واقعي وغير مقبول، هذا ما شدد عليه بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، حيث أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي أن ما تم ترديده مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الإخوة الفلسطينيين في سيناء هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وأنه من غير المنطقي الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن شهد ولا زال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية ومستجدات جهود مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، وشدد الرئيس على ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة البلاد، مشيدا بما يقدمه أبناء مصر الأوفياء من رجال القوة المسلحة والشرطة بطولاتهم وتضحياتهم في خدمة وطنهم وفدائهم مصر وأرض سيناء الغالية بأرواحهم، مؤكدا أن التحديات الأمنية والإرهابية لن تزيد عزيمة المصريين إلا إصرارا على استكمال المواجهة حتى النصر. هذا وطلب الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حضوره الأنشطة التدريبية لعناصر الجيش الثاني الميداني بالوقوف دقيقة حدادة على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء لمصر وشعبها العظيم. وأشاد رئيس الأركان بما وصل إليه أفراد الجيش الثاني من مهارات تدريبية وقتالية وروح معنوية عالية، مشددا على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الواقي للأمن والاستقرار في مصر ولا تهاون في تطهير سيناء من الإرهاب. تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبيروت، فقد أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال لقائها مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي للتعاون المصري اللبناني على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي، مشيرة إلى التحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، قائلة إن الملف الاستثماري والتجاري والزراعي على رأس أولويات عمل اللجنة، مشددة على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على إزالة المعوقات التي تعترضه خاصة في مجال السلع الزراعية. وعد حكومي، فقد قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن العالم مبهور بمشروع الإسكان الاجتماعي وحجم الوحدات التي يتم تنفيذها وجودتها، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي بالشرقية أنه خلال 3 سنوات لن يكون هناك مواطنا بدون شقة، مشيرا إلى أن الأزمة الوحيدة التي تعيق إنشاء مشروعات سكنية هي عدم توافر أراضٍ داخل المدن والمراكز، مشيدا بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب في إقناع أهالي بالقرى بالتبرع بأراضي، وذلك لإنشاء محطات للشرب والصرف الصحي. والذهب يعوض الصعود رغم استقرار الدولار، فقد ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات للجرام ليسجل عيار 21 مبلغ 580 جنيها، وذلك بعد موجة التراجع التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق المصرية، حيث خسر الجرام نحو 80 جنيها فيما استقر سعر العملة الأمريكية عند 15 جنيها و70 قرشا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.